شهد الطريق السيار شرق غرب حادث مرور أليم ومميت صباحة اليوم على الساعة 2:13 وإثر استقبال النداء هرعت إسعافات الحماية المدنية ممثلة في مركز إسعاف الطرقات اليشير مدعوما بالوحدة الرئيسية ووحدات كل من دوائر منصورة الحمادية مجانة ومركز إسعاف الطرقات بومرقد لأجل حادث يتمثل في انحراف حافلة لنقل المسافرين من نوع هيجر خط ميلا الجزائر واصطدامها بالحاجز الحديدي لطريق السيار خلفت إصابة 4 وفيات في عين المكان و 44 مصاب بإصابات متفاوتة الخطورة. قدمت لهم الإسعافات الأولية ونقلوا إلى مختلف المصالح الاستشفائية القريبة. في هذه العملية تم تسخير 9 سيارات إسعاف شاحنتين وشاحنة إسعاف طرقات بالنسبة لطريق السيار. وأسفر كذلك للأسف الشديد هذا الحادث عن 4 وفيات بالمستشفى، 2 بدائرة المنصورة و2 ببرج بوعريج من ضمن 44 مصاب في هذا الحادث الأليم. نترحم على ضحايا هذا الحادث الأليم وندعو لأخذ الحيطة والحذر عبر طرقاتنا.